بكم أطفالي الرائعين، دمتم بخير وعافية. اليوم بإذن الله سنأخذ درسا جديدا في مادة العلوم، وسنتعرفاليوم معا إلى مفهوم جديد بإذن الله. في البداية أحبائي، دعونا نستذكر ما تم أخذه سابقا. تم أخذ سابقا أنواع وسائل النقل. الآن أطفالي الرائعين، انظروا إلى الشاشة من فضلكم. ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ نشاهد سيارة، أحسنتم. الصورة الثانية طائرة. الصورة الثالثة دراجة هوائية. الصورة الرابعة باص كبير. الصورة الخامسة قطار، أحسنتم. الصورة السادسة باخرة. إذن أحبائي، هذه هي وسائل النقل. تقوم وسائل النقل بنقلنا من مكان إلى آخر، إما مسافة قريبة أو مسافة بعيدة، وتختلف في حجمها وشكلها، وتختلف في أماكن سيرها. بعضها يسير على الشارع مثل السيارة، مثل الدراجة الهوائية والباص، وبعضها يسير في الهواء مثل الطائرة. أما بعض وسائل النقل تسير على سكة الحديد مثل القطار، وبعض من وسائل النقل تسير أيضا في الماء مثل الباخرة. هذه هي وسائل النقل أحبائي. والآن أطفالي الرائعين، اليوم بإذن الله سنأخذ عن الإشارة الضوئية. الإشارة الضوئية أحبائي مهمة جدا في السير، فهي تنظم السير. الإشارة الضوئية فائدتها تنظم السير وتمنع حدوث الحوادث. الآن أحبائي سنتعرف معا إلى ألوان الإشارة الضوئية. الإشارة الضوئية أطفالي الرائعين تحتوي على ثلاثة ألوان، انظروا هنا للشاشة من فضلكم. اللون الأول لون أحمر، اللون الثاني لون أصفر، اللون الثالث أخضر. إذن هذه هي ألوان الإشارة الضوئية. والآن أطفالي الرائعين، لكل لون من ألوان الإشارة الضوئية دلالة دالة عليها. اللون الأحمر يعني قف، اللون الأحمر يعني قف. اللون الأصفر يعني استعد، أما اللون الأخضر يعني انطلق. إذن هذه هي ألوان الإشارة الضوئية. والآن أطفالي دعونا نستمع لأنشودة الإشارة الضوئية. إشارة المرور تنظم المسيرة، ألوانها ثلاثة نحبها كثيرا. إشارة المرور تنظم المسيرة، ألوانها ثلاثة نحبها كثيرا. الأحمر يعني قف، والأصفر يعني استعد، والأخضر هيا انطلق نحبها كثيرا. إذن هذه هي ألوان الإشارة الضوئية. إذن فائدة الإشارة الضوئية بأنها تنظم السير. أطفالي الرائعين، هنا يوجد لدينا صورتان. الصورة الأولى نشاهد هنا الإشارة حمراء، إذن معناها بأن السيارة يجب أن تقف. عندما تكون الإشارة حمراء يجب على السيارات أن تقف. الصورة الثانية الإشارة خضراء، يعني أن تسير السيارة، فالسيارة تمشي لأن الإشارة خضراء. إذن عندما تكون الإشارة حمراء يعني قف، أما عندما تكون الإشارة خضراء يعني امشي. والآن أطفالي الرائعين، سأعطيكم معلومة. هل تعرفون من هو الشخص الذي ينظم السير؟ هو شرطي السير، أحسنتم. إذن الشخص الذي ينظم السير هو شرطي السير، ويجب علينا احترامه. إذن أطفالي الرائعين، يجب أن نحترم الإشارة الضوئية وألا نتجاوزها، لأننا إذا تجاوزنا الإشارة الضوئية سنقوم بعمل حادث لا سمح الله. إذن أحبائي سنلتزم بالإشارة الضوئية. أطفالي الرائعين، سررت كثيرا بلقائكم. كانت معكم المعلمة مجد المومني. دمتم بخير.